اليوم نشهد اختتام الدورة الثانية عشرة لبرنامج مصالحة، وهو برنامج يستهدف مصالحة مع الذات من خلال البرامج والمواكبات النفسية التي يقوم بها خبراء في هذا المجال. مصالحة ثانية مصالحة مع النص الديني، وأيضا هذا يواكبه جملة من الخبراء والأخصائيين. ثم المصالحة الثالثة هي مصالحة مع المجتمع ومع قوانينه ومع كل ما يؤطره من حقوق ومن واجبات، أيضا هذا يتم فيه أنواع من المواكبة. بالإضافة لكل ذلك هناك نوع من التأهيل الذي يقدر هؤلاء النزلاء والنزيلات، أنه كانت هناك نسخ فيها النزيلات، من أن يصبحوا قادرين على الاستثمار، على إيجاد فرص للشغل. البرنامج تؤطره كذلك جملة من الوثائق، لأنه ليس برنامجا فقط منبنيا على التأطير الشفهي، هناك مجموعة من الوثائق تبقى في حوزة النزلاء المعنيين الذين طلبوا أن ينخرطوا في هذا البرنامج. بالإضافة إلى كل ذلك فإن ثمة أنواعا من الفتح لقنوات إبداعية وقنوات تأملية، قنوات مهنية تمكن النزلاء المعنيين من أن يستطيعوا الاندماج، ومن ثم والتسمية التي تتسم بهذه المندوبية وإعادة الإدماج، من ثم كذلك حضور مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء. فالبرنامج الآن قد اختتم في صيغته ونسخته الثانية عشرة، والآن نستعد لإطلاق النسخة الثالثة عشرة إن شاء الله. يتقدم المجلس الوطني من بين الشركاء الآخرين في تأطيره للجانب الحقوقي المتعلق أولا بالتزامات المغرب الدولية، ثانيا ما هي المرجعية الحقوقية لا تعني إلغاء الهوية ديال البلد، ثالثا كيف نغني نحن هويتنا بالنقلو التوافق العالمي والكوني في هدف حقوق الإنسان. وبالتالي أظن بأن حقوق الإنسان الأهمية ديالها وأنه المفهوم ديالو أنه ما هو الحوار وما هو تقديم الأدلة، أحيانا تكون متعارضة فيما بينها، لكن تتمكن في هذا الحوار الحقوقي أن نعيش جميعا وإن كانت أفكارنا مختلفة. بالنسبة لبرنامج مصالحة الآن نعيش دورة 12، يعني كاين واحد تراكمات جد مهمة، وهي تراكمات حقيقة مشجعة، لأنه الحدود الآن يعني كل من استفاد من برنامج مصالحة وأيضا استفاد من تدابير تحفيزية خاصة على مستوى آلية العفو، يعني ليست هناك أي حالة عود، وهذا كما قلت هو دليل مؤشر على يعني المجهودات المبذولة في هذا البرنامج، يعني اللي فيه واحد المزيج ما بين القراءات متعددة لتفكيك الخطاب التطرفي سواء على المستوى المقاربة الدينية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو القانونية. والمساهمة ديال وزارة العدل في هذا البرنامج هي على مستويين، المستوى الأول مرتبط بالمشاركة في هذا يعني البرامج والمداخلات المقدمة لهذه الفئة، خاصة من حيث تقريب المنظومة القانونية المتعلقة بالإرهاب سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الإقليمي أو الوطني، وأيضا المقاربات المعتمدة على مستوى السياسات الجنائية انطلاقا من مبدأ لا يعذر أحد لجهله التشريع المتعلق بالإرهاب، خاصة وأن بعض الحالات ربما قد تكون مرتبطة ببعض السلوكات لا تدرك يعني المغزى والمعنى ديال السياق القانوني الموجودة فيه. وأيضا هناك تدخل ثاني على مستوى تدبير مؤسسة العفو، كما قلت لعب الدور جد مهم في يعني معالجة العديد من الحالات وفق ضوابط يعني محكمة يتم يعني اللجوء إليها من خلال لجنة، سواء فيما يتعلق بالأبحاث أو فيما يتعلق ب يعني التراكمات المقدمة على مستوى هذا البرنامج. إذا أظن أن هذا البرنامج يشكل يعني نقطة ضوء على مستوى السياسة الجنائية لتدبير التطرف، لما بقاش على المستوى الدولي مرتبطة فقط بالمقاربة الزجرية، وإنما مرتبطة بمقاربات وقائية لأن هي المدخل الأساسي، فمهما كانت شدة المساءلة الزجرية والتبعات ديالها فلا يمكن أن تعطي نتيجة دون الاهتمام بالجانب الوقائي
اللي كيف ما قلت المنتظم الدولي وضع لي استراتيجية اللي مبنية على عدة مداخل، منها مسألة اجتماعية اقتصادية ثقافية، وهذا ما يتم اعتماده في تفكيك هذا الخطاب كما قلت على مستويات متعددة.